مشاهدينا، وللحديث على الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي يواجهه العراق والمسؤولية التي تتحملها القوى السياسية فيه، معنا من أمستردام الصحفي والإعلامي الأستاذ مظفر الخميسي. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ، مساء الخير. حياكم الله. مساء الخير. مجلة فورن أفيرز الأمريكية تصف رئيس الحكومة الحالي بأنه محمد السوداني بأنه مجرد دمية. هل أضحى من الواضح جدا لكل القاصي والداني تبعية الحكومة اليوم إلى إيران؟ طبعا هذه الحكومة والحكومات السابقة منذ اليوم الأول لعملية الاحتلال، هذه الحكومات كلها تابعة لإيران وبموافقة أمريكية. المجلة ما جابت شيء جديد، ما جابت شيء ما موجود، مثل ما يقول المثل مكتوب مبين من عنوانه. نعم. السوداني هو ابن هذه العملية السياسية، تنقل مناصب عديدة، يعني بينها وزير وبينها نائب وإلى آخره، وهو خادم من رحم حزب الدعوة العميل، وابن بابي نور المالكي، وهذه كليتها تجعل من السوداني دمية ولعوبة بيد الإطار وبيد المالكي. الفشل الذي سجله رئيس الحكومة الحالي بأن يقنع الإعلام والشارع معا، إلى أي مدى يهدد العراق كدولة؟ والله هو يعني هذا رئيس الوزراء السوداني هو يعتقد أنه ما دام حاط نفسه بمئات المستشارين اللي هم بين قوسين كلهم فاشلين متملقين وهتافة إرضاء للأطراف المتنافسة أنه هو راح ينجح، بينما الوقائع كلها تشير إلى أنه المستشارين ما يشكلون فشي. هو هذا نفس التهريج اللي فعله قبل السوداني، جاب مستشارين 600-700 مستشار يحاولون يجملون صورة الوضع بالعراق، في حين أنه وسائل الإعلام بالخارج بالرغم من قلة تناولها للشأن العراقي بسبب الحرب مع أوكرانيا، كل التقارير والمواضيع اللي تتناقلها وسائل الإعلام بالخارج تتحدث عن بؤس العراق، عن فشل العراق. نعم. عن فشل حكومة بالعراق. هذه المرحلة الخطيرة التي تصفها والتي دخل بها العراق، إلى أي مدى يتحمل السوداني مسؤوليتها؟ أم هي تحصيل حاصل للنظام السياسي في العراق؟ أستاذي، هو السوداني وحده ما يتحمل المسؤولية بإدخال العراق بهذه الدوامة. نعم. هو جزء من الكل، اللي يفعل اليوم فعل أضعاف الكاظمي، وقبل عبد المهدي، وقبل العبادي، وقبل كل من شارك بهذه العملية البائسة المسمات عملية سياسية. نعم. هو مشترك بهذا الفشل، لكن هناك أسماء ظاهرة للعلن، بيادق ظاهرة للعلن، وأسماء يعني مختفية هي تدير اللعبة. طيب، ألا تعتقد أيضا أن المجتمع الدولي يتحمل أيضا مسؤولية دعم هذه الحكومة والتي تلقت تبريكا مباشرا من رئيسة بعثة يونامي نفسها؟ ما الفائدة من الحديث عن استقرار مفترض داخل العراق؟ هو المجتمع الدولي ومجلس الأمن كل لعبة بيد أمريكا، يعني هي شنو اللي تريده أمريكا هو اللي يمشي على أرض الواقع. رئيسة بعثة يونامي تبارك العملية السياسية، وأمريكا تشيد بالعملية السياسية هذه، لأن هم ما يريدون يعلنون أنه هذه العملية ميتة منذ اليوم الأول. نعم. وخاصة أنهم يخوضون حرب مع روسيا، فهذه ما تفيدهم هذا الشيء، لازم يجملون الوضع الموجود. وبلاست خاب تنفذ هذا الشيء، لأنه يعني قبل يومين ثلاثة أيام جريدة تراول الهولندية تحدثت عن ضغط من الإدارة الأمريكية على البرلمان الهولندي بعدم فتح ملفات متهمة بها بلاسخارت لما كانت وزيرة للدفاع. نعم. بقتل مدنيين عراقيين، يعني هي متهمة بهذا الشيء، بقتل مدنيين عراقيين. نعم. والإدارة الأمريكية تغطي على هذا الشيء. طيب، هنا أيضا بات واضحا للعيان سيطرة القوى السياسية الميليشيات الموالية لإيران على البرلمان، على القضاء والسلطة التنفيذية، وحتى رئاسة الجمهورية في العراق بشكل أو بآخر. ما المانع من الوصول إلى استقرار ولو نسبي بالعراق؟ ولماذا تفشل كل هذه القوى بتحقيقه وكل شيء تحت تصرفها اليوم؟ أستاذي، راح أقول لك شغلة واحدة لسبب بسيط جدا، أنه لا وجود الآن لدولة في العراق. نعم، هناك دولة على الورق، دولة بالإعلام، دولة بالفضائيات، حديث عن مشاريع تنمية، رئاسة برلمان، وزراء، رئاسة، بالحقيقة لا وجود للدولة. هناك وجود لعصابات ميليشيات متصارعة على الموارد وعلى المليارات، كل طرف يتحين الفرصة للغدر بالطرف الآخر، تجمعهم شراكة أو اتحاد أو إطار أو غيره، سميهم ما شئت، لكن هذا يحصل في بين أي مافيات أو أي عصابات بالعالم، ناس متصارعة على السلطة وعلى الأموال، مينهم العراق واللي يحصل بالعراق. طيب، هل تعتقد أن هذا الضغط الدولي سيستمر للقبول بحكومة السوداني؟ وإلى أي مدى تعتقد أن الشارع بالعراق
قادرة على إنهاء هذا الواقع من فقدان السيادة والتبعية والانهيار الاقتصادي الذي أضحى سيد الموقف في العراق؟ يعني للأسف أقول أنه الضغط سوف يستمر القبول بحكومة السوداني، بسبب أنه أمريكا تريد لهذه الحكومة وهؤلاء العملاء أن يستمروا بخطتها للإجهاض على العراق. نعم. لكن الشعب يجب أن يعي مسألة واحدة، أنه هذه الناس اللي موجودة الآن بالحكم اللي تتكلم بمنطق القوة ما ينفع معهم غير القوة. هذه المظاهرات البائسة اللي تطلع هنا وهنا بالحر وبالصيف وتحت الشمس. نعم. يوم يومين ويرجعون، هذه ما تمثل شيء ولا تحرك شيء. لازم هناك حساب، لازم أنه كل شهيد شاب عراقي يسقط يعرفون أنه مقابل أحد من العملاء راح يسقط. هذه الوقت تتوازن المسألة. الآن المسألة ماكو توازن، مظاهرات ما تفيد، مسيرات ما تفيد، كل شيء ما يفيد. ناس هذول يعني آسف أقولها بوجهك، يعني ناس تخاف ما تختشيش، يعني لا يجب أن يخافوا من الشعب. نعم. من أمستردام الصحفي والإعلامي الأستاذ مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.